الحمد لله معناتها اليوم خذيت ميوك جوار دو ماتش جاء بعد تعب كبير عن برسك شهر معناتها نخدم والناس الكل 100% صباح وعشية والحمد لله اليوم ربحنا ومعناتها مش وسام الجزيرة خذا ميوك جوار الناس الكل الجروب كامل خدم اليوم وبلوز امبورتون اللي ربحنا اليوم الحمد لله معناتها هذايا معناتها كما يقولوا الخدمة تجيب ان شاء الله هذه بريباراسيون الشطر الثاني نتاع السيزون عندنا ماتشات مازالوا كبار برشا عندنا كوب دافريك عندنا بلاي اوف سنا معناتها عندنا برشا ماتشات عندنا كونتر الكلوب كونتر ليتوال لي روتور ان شاء الله معناتها نحضركم الفوق نكملوا ان شاء الله غدوه بربح ونفرحوا الجمهور هذا ان شاء الله ساره فاير كما شفتوها معناتها كيب كبيره معناتها مش بالسهل باش تربحها ان شاء الله نكونوا مركزين ونريكوبيريو معناتها فيسع ونعديو ماتش باهي كلكو سوا ربحنا ولا ما ربحناش مش معناتها احنا نحبوا نربحوا المهم نعديو ماتش باهي ان شاء الله.